Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih hadzarana min makaidil kuffari wa bayyana lana annahum la ya'luna juhdan fi talabil izrari bina wa in tadaharu lana bil mawaddati was sadaqati yurzunakum bi afwahihim wa taba qulubuhum wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun sharahallahu lahu sadra wa rafa'a lahu zikra wa ja'ala az-zillata was-sighara 'ala man khalafa amra sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi alladhina kanu ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffari ruhamaa'u bainahum wa sallama tasliman katsira ayyuhan nasu taqullaha ta'ala wa ati'uhu wahdharu bima hadzarakum minhu wa la ta'sau ibadallah wa min makaidil kuffari tahakkumuhum fin nazmi al-iqtisadiyyati wastibahatu ar-riba والمعاملات المحرمة باسم التنمية الاقتصادية حتى أصبح الربا أساس مصادر الثروة في العالم وتأثر بهم كثير من المسلمين وصار كثير من المسلمين يستثمرون أموالهم فيها أو يقترضون منها بالفوائد الربوية مع أن الربا من الكبائر الموبقة وقد توعد الله آكله بأشد الوعيد وأعلن الحرب عليه كما قال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقد تجاهل بعض المسلمين أو تناسى هذه التهديدات الربانية وتأثر بالدعوات المذللة وحمله حب المال على التعامل الربوي يقظا وعتاء وأما الكسب المحرم فإنه شر وعقاب وعاجل وآجل إن أكل منه تغذى بحرام وكل ونبت جسمه من سحت وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به وإن تصدق منه لم يقبل وإن مات وورثه لغيره كان زاده إلى النار فماذا استفاد إذن عباد الله إنه لم يستفد منه إلا التعب في الدنيا والعذاب في الآخرة كما والعذاب في الآخرة فأي عاقل يرزى لنفسه بذلك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك وقنا شح أنفسنا كما قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون عباد الله وما هذه المكائد والأتعاب التي يبذلها الكفار للسد عن دين الإسلام لا تؤثر عن دين الإسلام فإن الإسلام سيبقى غزا طريا لا تؤثر عليه تلك الدعايات مهما بلغت كما تكفر الله بحفظه وسيقيد الله له أنصارا يتمسكون به ويحمونه كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك ولكن شأن بنا فإننا إن غيرنا وبدلنا واستبدلنا بغيرنا كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم وأخيرا أسأل الله عز وجل لي ولكم التمسك بالكتاب والسنة والاجتناب من الربا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.